خلوني الأول أخد رأيكم كده في حاجات بسيطة. أولا نتكلم عن الدوري الإفريقي، وشايفين بداية النادي الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا إزاي؟ هي في البدايه طبعا يعني ان النادي الاهلي او الاتحاد الافريقي او الشركه تختار ان البدايه طبعا تبقى عن طريق النادي الاهلي، ده بيؤكد قيمه النادي الاهلي وقيمه البدايه ورساله طبعا ان النادي الاهلي ده الكريزه بتاعه البطوله بطل افريقيا. بطوله صعبه جدا خاصة لما بتبدأ من سيمبا التنزاني في أرضه، احنا عارفين سيمبا والفرق التنزانية عادة يعني بتبقى أرضها عاملة إزاي، الظروف والأجواء وكل والجماهير، حضور جماهيري كبير جدا والحشد الجماهيري بيكون كبير، وبالتالي المباراة تبقى صعبة مش سهلة، جاية في توقيت صعب جدا. شايف إن هم كانوا غير موفقين بالمرة في اختيار موعدها بعد الأجندة الدولية بثلاث أيام اه أو أربع طبعا، أيام يعني. فهي كلها ظروف. وانت كمان عندك انت كنادي اهلي، هو طبعا كل الانديه المشاركه في الدوري الافريقي المفروض انها بتضم لعيبه دوليين، وبالتالي ظاهريا الظروف كلها على الكل، انما لو بصينا بقى بشكل حقيقي هتلاقي النادي الاهلي اكثر تضررا من مشاركه كل معظم لعيبته سواء في مع المنتخب الوطني او مثلا علي معلول مع تونس، بنتكلم على اليو ديانج مع مالي، لو حزنا هنا علي بيلعب في كوريا يعني، كوريا واليابان يعني انا قصدي كوريا الناحيه الثانيه دي يعني. فكلها ظروف اجتمعت عشان نقول ان المباراه هتبقى صعبه مش سهله. حتى كمان الراجل اللي هو بيحضر مارسيل كولر، هو بيحضر يعني مثلا النهارده كان التمرين، هو بيتمرن مع مين؟ وبكره برضو الفرقه مين اللي هيتمرن؟ هو يعني مجموعه نحسب كده يا عم خالد، هتلاقي كام واحد مش موجود؟ مش عشان يعني كام واحد مع المنتخبات؟ كتير، منتخب مصر الاول كتير. او المنتخب الاولمبي او منتخب فلما الشباب تيجي تحسب تكتيكيا بقى امورك في الملعب تعمل ايه؟ هتلاقي انك مش هتمرن غير تمرين يوم ثلاثه يا صحفي، يوم الثلاث بس تقريبا اللي هيكون كل العناصر. لا يوم الاربع بس، يوم الثلاث مش هينضموا كمان. الاربع مش هتلحق، معلول مش هيجي لا لك. لا الاربع علم عليه يروحك على تنزانيا دايركت. هو احنا نقصد انت تقصد هناك كمان. انا اقصد كمان هنا تكتيكيا اصلا، يعني مثلا عايز تعمل تقسيمه للفرق اللي هتلعب اساسي وفرق احتياطي، مفيش كلام. بعدين انت الاربع هتلعب الجمعه، فدي حاجه برضو انا لا نقدم اعذار، احنا النادي الاهلي لا طبعا. انما لابد ان هي تؤخذ في عين الاعتبار. وقايلين الكلام ده من بدري يا استاذ عبد الحكيم على فيما يخص هذا الامر تحديدا، بقى لنا شهرين صوتنا اتنبح من ساعه ما تم الاعلان، وقلنا يا جماعه ده كانت الماتش بتاع، تخيل ان كان ماتش الجزائر ده اللي هو بكره هيبقى بعد بكره كان يبقى 17، كانت هتبقى مصيبه، كانت هتبقى كارثه بالنسبه للنادي الاهلي. انا شايف ان اختيار النادي الاهلي لمباراه الافتتاح، وناس كتير تقول لك ازاي مباراه الافتتاح ما كل الفرق هتلعب، لكن كل الفرق هتلعب احد يوميه 20 و21، كان ممكن الاهلي اللي يبقى 21 زي مازيمبي والترجي، لكن هو جاب النادي الاهلي في الافتتاح وخلى الافتتاح في تنزانيا عشان قيمه واسم النادي الاهلي، وكان حريص ان تواجد النادي الاهلي. وحتى كمان كان في يعني انا مش عايز الوم، مش اقول لوم، عايز ابقى عتاب للاعلام شويه في مصر، ان انت ازاي حدث بهذا القيمه. انا متفاهم الظروف اللي بتمر بها الدول العربيه حاليا والوطن العربي، بس طالما البرامج الرياضيه بتطلع انت ليه مش حاطط؟ لا وهتتكلم في رياضه مش هتتكلم في حاجه. ما انا بقول برامج رياضيه ليه انت حضرتك الحدث ده الناس متجاهله؟ كمان لما يبقى في اجتماع ل 60 نادي، اجتماع عبر تقنيه زوم لتأسيس رابطة الأندية الأفريقية، والخبر ده ما تبصش على أي برنامج ولا أي وسيلة إعلامية، حد يتداوله ويكون حاضر النادي الأهلي الوحيد في الكرة المصرية يعتبره كأس لوسيل مثلا. النادي الأهلي يعني النادي الوحيد، كابتن محمود الخطيب حضر وكان موجود في رحلة علاج فرنسا، النادي الوحيد اللي حضر برئاسة باترس موتسيمبي رئيس الكاف، ده اجتماع زوم لتأسيس رابطة الأندية الأفريقية. كمان يوم الخميس في اجتماع تاني مع عدد من الأندية وعدد من الاتحادات، رؤساء الاتحادات القارية والمكتب التنفيذي للكاف، ومين هيحضر بقى المرة دي؟ جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، باترس موتسيب رئيس الكاف، دول هيحضروا في تنزانيا اجتماع يوم الخميس، وكان موجه دعوة للكابتن الخطيب لولا ظروفه الصحية فهيمثل النادي الأهلي فيه رصاصة الأندين. تحس إن الناس يعني أنت عارف الكلام اللي بتكلم فيه ده يا كابتن، ده أنا مش عايز أقول شرف إن ده النادي الأهلي، بس دي حاجة خير ممثل للكره المصريه. تحس ان الاخبار دي ما فيش غير قناه الاهلي بس اللي بتقولها. يعني رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لما يقعد يجتمع، ورئيس الكاف لما بيقعد يجتمع مع عدد من الانديه ورسائل الاتحادات بعيد عن المباراه وبعيد عن افتتاح نسخه تاريخيه لبطوله الدوري الافريقي، انا كنت اتمنى من وسائل الاعلام انها تتناول الكلام اللي احنا بنقوله. وعلى فكره الكلام ده انا مش بقول لك انفراد ولا اقول لك سر، يمكن اجتماع الخميس قليل اللي يعرفه، لكن اجتماع رابطه الانديه ده اعلن بشكل رسمي من قبل الكاف وخلاص خلص. لا يعني واعلن فانت ازاي يعني ما فيش حد بني ادم في مصر يتكلم عن الموضوع ده.
مع السر اللي قاله اعلام الاهلي فقط. يعني برضو انا يعني في الاول وفي الاخر النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي المصري، ده اللي انا اعرفه، الا اذا كان مثلا لا جديده دي ما مش يعني انت وانت جاي من اسيوط لقيته النادي الاهلي المصري مثلا. اه والله العظيم تخيل عمره هيفضل الناس في اسيوط، الناس في اسيوط حلمهم وطموحاتهم يا كابتن اسلام والله العظيم بسيط جدا، فرع للنادي الاهلي كذا ستورز يبيع تيشيرتات في النادي الاهلي. انا بكلمك والله في حاجات شفت جاي، لا ده حقيقي هترشح نفسك في ان شاء الله.